هنعلق على الجزئيه دي بتفاصيل اكتر بسكاليه سريعا. نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي بمقر النادي الاهلي بمدينه نصر، ولقاء هام مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. اتفضل يا كريم. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. يا سياده العميد بهنيكم وببارك لكم، كل خطوه ليها حسابات وليها مرحله معينه. الوقت قليل، سنه واربع شهور، ان يتم في 9 شهور هذه الانشاءات في الثلاث فروع حاجه تحسب اكيد للاداره التنفيذيه والاداره الهندسيه لمجلس اداره النادي الاهلي. هو الحمد لله طبعا، اولا لازم نبارك لاعضاء الجمعيه العموميه على الانجاز اللي حصل النهارده، ويمكن ده انا لسه كنت بقول ده مش موجود على مستوى انديه مصر ومستوى انديه الشرق الاوسط، ده ليفل تاني خالص. ربنا يعين بقى الفتره اللي جايه على تشغيله، ونفس القصه بناشد اعضاء الجمعيه العموميه الالتزام. يعني شوف النهارده منطقه الفود كورت لما بقى فيها التزام هم بييجوا يتبسطوا فيها، بدل ما بنخرج بره نادينا لا احنا بنيجي نادينا نفس المكان. النهارده انت بدل ما تروح اي فندق او هتروح اوتر بارك في اي حته، لا انت هتيجي هنا متوفر لك الخدمه كويسه. مش مطلوب اكتر من حاجه واحده، نحافظ ونساعد الناس اللي بتشتغل، لان فعلا الناس بتتعب جامد جدا. ما فيش حاجه في الدنيا الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، احنا بنحاول وبنسابق الزمن وبنجري عشان يعني نلاحق على طلبات الناس. الحمد لله رب العالمين، يمكن انت ليك انت شايف والناس كلها بتقول الوقت اللي زي ده كنت بتلاقي النادي فاضي، النهارده بقى في اقبال غير عادي على النادي على مستوى الثلاث فروع، وده حاجه بتسعدنا. فانا كل اللي بطلبه حاجه واحده، الاعضاء الجمعيه العموميه ساعدوا الاداره التنفيذيه وهي شغاله، فرد الامن اللي موجود موجود عشان خدمتك، الفرد النظافه اللي موجود موجود عشان خدمتك، احنا بنساعد بعض طول عمرنا، احنا متربيين في النادي الاهلي على كده. يمكن حتى الاعضاء المنضمين جداد لازم تبقى عارف ده كويس قوي. سهل جدا اللي احنا نفضل ننقد ننقد ننقد، احنا هرجع اقول تاني وبقولها كتير جدا، رئيس النادي مجلس الاداره الاداره التنفيذيه احنا بنتابع كويس جدا ومتابع النقد وبنتحرك وبناخد اجراءات، ويمكن رئيس النادي بيقعد يتابع التفاصيل دقيقه جدا. كابتن محمد الخطيب ما بيسيبش حاجه غير متاحه بنفسه، ويعني في اجهاد. فارجوكم ساعدونا، مش هنقول برضه هرجع الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، لازم يبقى في سلبيات. تاكد ان صوتك واصل من غير ما نعمل مشكلة ومن غير بس، حافظوا على نادينا. ودي كلمة على طول الكابتن محمود بيقولها، والكلمة اللي احنا اتعلمناها من الناس القدام، اما يعني وصلنا النهارده بينا بنفهم يعني استلمنا منها، بعدينا في ناس هتيجي اكيد هتكمل. ده هو ده اللي احنا اللي بنشتغل فيه، هو ده الاهلي، شعار الاهلي فوق الجميع، اللي احنا كلنا بنشتغل بانقاذ ذات. محدش عايز يبقى هو اللي واخد، لا النهارده ده ديك شايف مجلس الاداره كله بالكامل موجود، رئيس النادي، نائب رئيس النادي، يعني صندوق، كل واحد موجود النهارده في المجلس بيشارك عشان خاطر هو ده الطموح اللي انت بتقدمه، او هو ده المجهود اللي انت بتقدمه للاعضاء الجمعيه العموميه. فربنا يكرم، هرجع تاني ابارك لاعضاء الجمعيه العموميه، ابارك لمجلس الاداره، ابارك للاداره التنفيذيه القائمه برئاسه الست اللواء حسن مسعود، يعني استاذنا والراجل صاحب خبره في الاداره ده، وربنا يعينه، لان كل هو الناس فاكره الافتتاح سهل، والمرحلة اللي قبل الافتتاح صعب جدا جدا، انشاءات دي صعب جدا، وعشان تاخد تراخيص وعشان خاطر وانت بتشتغل المشاكل اللي بتظهر لهم وازاي هم بيقدروا عليها، واديك انت يعني شايف النهارده يحصل حاجة معينة، كل ده وارد. فربنا يكون في عونه الفترة اللي جاية على التجديدات اللي بتحصل. طبعا عايزة مجهود وعايزة فريق عمل محترف، واحنا الحمد لله بنختارهم. يمكن المديرين اللي مع حسن مسعود، وهو يعني ست اللواء حسن مسعود بيتميز اللي هو عنده طولة بال، بيتحرك معاهم بشكل هادي، بياخد كل المشاكل. فانا برجع اقول تاني لاعضاء النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، ارجوكم ساعدوا الاداره التنفيذيه، احنا بنسمع صوتك كويس قوي، من غير تجريح، من غير مشاكل، من غير زعيق. ممكن في الوقت الحالي ما يردش عليك فورا، ولكن اكيد كل حاجه بتدرس واكيد هيرد عليك في الوقت المناسب. فانا ببارك لهم، دي منطقه احدث وعلى اعلى مستوى المناطق، ودي لسه في ناس اعضاء هتحل ازمه كبيره جدا عندي في حمام السباحه دي من زمان، سواء في الجزيره او سواء ليه. انا عندي قطاع المدارس، ما فيش حد اكبر قطاع مدارس في مصر كلها مدارس النادي الاهلي. انا اقل مدارس النهارده عندي 2000 ولد بيتعلموا سباحه في الاكاديميه، عندي في الشيخ زايد نفس القصه، عندي في الجزيره نفس الموضوع. فجهاز السباحه النهارده مع النشاط الرياضي كل الناس عايزه تتعلم سباحه، وده عضو نادي، العضو برده من حقه عايز ينزل حمام السباحه، ما بقاش فيه ازعاج، فده برضه هيحل مشكله كبيره جدا كانت بتواجه مدينه نصر. ده شايف النهارده في 3 حمامات سباحه، حمام الامواج ده مش موجود في اي نادي انا اتحدى، مش موجود غير في الاكوا بارك فقط لا غير، مش موجود في اي نادي ولا في الشرق الاوسط ولا في اي نادي عنده حاجه زي كده. وعندي حمام سباحه للاعضاء
ان شاء الله باذن الله لسه هنشوف ازاي هيبقى لكبار السن وازاي يعمل لهم مواعيد، خصوصا الناس اللي هي بتبقى في اشغالها. وعندي حمام السباحه للاطفال، هنخف ضغط على مجمع حمام السباحه ان شاء الله باذن الله، فربنا يكرم وربنا يعيننا الفتره اللي جايه ان شاء الله. بشكرك يا محمد بيه، وباكد على كلامك، يمكن مجلس اداره النادي الاهلي بيشتغل في كافه الاتجاهات بجانب قطاع الكوره بجانب المدير الفني، وعايز اكد على المدير الفني دي ان في سريه تامه وفي شغل كبير جدا من المجلس الاداره، وهو ده اللي معروف عن النادي الاهلي. الناس بتجتهد كتير جدا يا محمد بيه، لكن النادي الاهلي حاطط هدف قدامه ان احنا نجيب مدير فني على اعلى مستوى. هو ده برضه اللي انت بتقوله، السريه. السريه ليه؟ الكلام السوشيال ميديا للناس، انت كده ما بتحبش النادي الاهلي، مش شطاره يعني. هي انت النهارده كل حاجه احنا بنعلن، وقلنا الكلام ده قبل كده، بنعلن رسمي فين؟ في الموقع الرسمي، المنبر الاعلامي المصرح به في النادي الاهلي اللي فيه مصداقيه، قناه النادي الاهلي، المركز الاعلامي للنادي الاهلي. وده برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها. انت بتعمل طفره وتغيير شامل في المركز الاعلامي وفي اداره الاعلام عندنا، يمكن انت النهارده 17 على السوشيال ميديا في العالم، فدي برضو طفره كويسه بالنسبه لنا. موقع رسمي لقناه النادي الاهلي ان شاء الله بنغير شكله بالكامل، من شركه من افضل الشركات، مع المستشار محمد الصبان، مع المهندس كمال محسن، انت شغال في كل الاتجاهات عشان يعلن عن موقع يليق بالنادي الاهلي. وده برضو من خطه مجلس الاداره شايفين فيها ان شاء الله باذن الله، يعني بالكتير قوي اكتوبر شهر نوفمبر هنعلن عنها. موبايل ابلكيشن انت شغال فيه، فانت شغال في كل الاتجاهات. شيخ زايد نفس القصه، تبدا تطور الفرع بتاعك هناك في شيخ زايد. التجمع لازم، احنا لسه بنتكلم، بس التجمع طبعا احنا عندنا النهارده الناس ما تتصورش كميه الصعوبات وكميه المجهود اللي بيتعمل النهارده. انت عشان خاطر تبني التجمع لازم ميزانيه، لازم ليها دراسه. كل واحد يقول لك انا النادي الاهلي، يا سيدي النادي الاهلي ده انا عندي 200 مليون جنيه مرتبات سنويا، عندي مصاريف بتدفع، الدخل بتاعك، الموارد بتاعتك. النهارده انت قاعد النهارده بتدير مواردك، عندك امين صندوق النهارده بيدير ازاي، عايز اللعيب، عايز اصرف على اللعيب افضل اعلى عقود في مصر عشان ده النادي الاهلي، لانك انت دايما التارجت بتاعك بطولات. الكلام بقى اللي بيطلع والقصه دي، لو احنا نفضل كل شويه نبص له، ما انا يعني مش هنفضل نتكلم فيه كتير، لكن انت النهارده في دراسه بتشتغل، يعني كل حاجه بوقتها، وعلى قد ما بنقدر الناس بتتحرك. واتمنى ان شاء الله هي فتره وبنمشي في سنه الحياه، واللي هيجي بعدينا هتلاقي سقف الطموحات بقى اكتر. فربنا يعين كل واحد عايز يشتغل في النادي الاهلي، او ربنا يعين كل واحد عايز دايما يبقى الافضل. احنا بنعمل النهارده لاولادنا، ما بنعملش حاجه ثانيه. هتلاقي النادي الاهلي ده جزء مصغر، منظومه مصغره من بلدنا من مصر. هتلاقي النهارده على مستوى مصر القياده السياسيه النهارده شغاله انشاءات، واخد خط بيطور في مدارس، في كباري، في طرق، في شوارع، في كل ده ليه؟ بنيه تحتيه. نفس القصه، انت النادي الاهلي النهارده انت بتطور عشان خاطر تستوعب الاعداد، تستوعب الجماهير. هتدخل النهارده نظام جديد باذن الله الفتره اللي جايه برضو زي كارنيه اهلاوي، ازاي تتعاون مع الدوله انت ترجع الجماهير تاني. بنعمل نظام جديد ان شاء الله باذن الله اللي تطبق في كاس امم افريقيا، بنشوف العقود هتبقى ماشيه اسلوبها عامل ازاي. كل خطوه بتتعمل دايما بنعملها لمصلحه الجمهور ومصلحه الجماعه العموميه للنادي الاهلي، مش للمصالح الشخصيه. ما فيش حاجه بيعمل حد لمصلحه الشخصيه، لكن هو يمكن انا نصيبي دلوقتي اللي انا موجود مدير نادي، ربنا يعين اللي هيجي بعديه، وربنا عان الناس اللي قبلينا. فهي دي سنة الحياة، احنا بنسلم بعضينا وربنا يوفق الناس كلها ان شاء الله. ربنا يخليك، الله يخليك، شكرا. كل الشكر والتقدير من جديد طبعا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. زي ما اكدنا وقلنا الشغل في كافه الاتجاهات، الطفره الانشائيه مستمره بشكل كبير، ولسه كمان يعني الايام القادمه والشهور القادمه كمان هيتم الاعلان عن عدد كبير من المناطق اللي هيتم فيها التطوير بشكل كبير. زي ما اكد كمان العميد محمد مرجان كل القطاعات، كره القدم، الموقع الرسمي، قناه النادي الاهلي، الحمد لله يمكن الفتره اللي فاتت فيها شغل كبير جدا بيبذل، لكن عضو النادي الاهلي على طول عايز الاحسن من كده خلال المرحله القادمه لرفع اسم شان النادي الاهلي كالعاده. يعني النادي الاهلي ليها مكانه خاصه، او ليه مكانه خاصه بشكل كبير في الدول الافريقيه والدول العالميه. ان شاء الله باذن الله يستمر مجلس اداره النادي الاهلي في فتره التطوير الكبيره والطفره الانشائيه اللي ان شاء الله باذن الله تطول الثلاث فروع. عوده ليك زميلي امير. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا على هذا اللقاء المميز جدا.